توتر وقلق وخوف من خسارة الفرصة الوظيفية، مشاعر تسيطر على كثير من المتقدمين للوظائف، خاصة عند مواجهة اللحظة الأكثر رعباً، الراتب المتوقع. مؤخراً يدافع خبراء توظيف عن ضرورة الاستفسار عن الرواتب في المرحلة الأولى، وحتى طرح أسئلة واضحة عن نطاق الأجور المحدد للدور الوظيفي. الاستفسار عن الراتب وكيف تتفاوض على الزيادة، نقاشنا اليوم من وجهة نظر خبير موارد بشرية. رحب بخبير الموارد البشرية الأستاذ أحمد الديب. يسعد صباحك أحمد. خير عليكم. يعني أصعب شيء إنه يواجهنا في المقابلة إنه هل المفروض إني أسأل أو هل المفروض إني إيش أسوي الآن أو أنتظرهم هم يقولوا. بعض الوظائف في المقابلات العمل يقولوا إنه كم تتوقع، وأنا صراحة أبغى أعرف هم كم حاطين حتى أفاوض على هذا المبلغ، فإيش الصح هنا؟ طبعا عشان نجاوب على السؤال ده لازم نعرف هي مين الفئة الأول اللي المفروض تطلب الراتب. مين الفئة اللي المفروض تقول إيه الراتب اللي الشركة ممكن تقدمه أو المؤسسة بمختلف مجالاتها؟ نعم، دي نقطة. ده من جانب يعني بغض النظر عن المتقدم للوظيفة، بغض النظر احنا هنقسمها للمتقدمين اللي هي الفريش جراد والخبرات السنة والسنتين خبرة، والناس اللي من أكتر من 5 سنين خبرة، 7 سنين، 10 سنين. دي فئات مختلفة. دي فئة هل ينفع الفئة دي تطلب راتب أو لأ، وهل الفئة التانية دي ينفع تطلب راتب أو لأ؟ دي نقطة. النقطة التانية من جهة المؤسسة، لازم كل مؤسسة عندها هيكل أجور معتمد، يعني كل وظيفة بالهيكل التنظيمي للمؤسسة ليه نطاق للراتب، ليه حد أدنى، حد متوسط، حد أقصى. نعم. وكمان ليه هيكل للمزايا، سواء التأمين الطبي، سواء للأسرة أو للفرد، الانتقالات، السكن، وطبع. طيب، هي الفئة بتاعت الفريش جراد والسنة خبرة وسنتين خبرة ينفع تطلب الراتب خلال المقابلة؟ ما ينفعش تطلب الراتب خلال المقابلة. نعم. ليه؟ لأن الفئة دي حديثة في مجال العمل، حديثة في الخبرات، فلو هنفترض أن هي هتاخد هنقول 1000 درهم راتب شهري، فهي لازم تحط في الاعتبار أن هي بتاخد على كل درهم راتب بتاخد 2 درهم خبرة وعلم. حلو، أنا عجبتني هذه الميزانية. طبعا. كمان أحب أضيف بأنه في الولايات المتحدة أكثر من نصف المتقدمين للوظائف لا يتفاوضون أصلا على الراتب، بغض النظر هل هم أول مرة يشتغلوا أو عندهم خبرة أو لا. يعني مظبوط. بعض المؤسسات، وده من بعض الاستراتيجيات او بعض المدارس الاداريه، احيانا لما مسؤول التوظيف او مدير الاتش ار او صاحب العمل بيتصل بحد خبره كويسه وبيساله هل انت لو حابب تسيب مجال شغلك ايه الراتب اللي انت متوقعه عشان تسيب المكان اللي انت فيه وتنضم للمؤسسه بتاعتنا. طيب، طب هو ليه بيسال السؤال ده؟ عشان يشوف النطاق، هل الراتب المتوقع اللي قايله المتقدم للوظيفه هل ضمن نطاق الراتب بتاعي او لا؟ نعم. ممكن يكون نطاق الراتب انا لحد الاقصى 20,000، لكن هو اصلا بياخد 30,000 ومتوقع 40,000 و50,000. من البدايه باخد قرار، يا اما انا هنهي مع المتقدم للوظيفه او هحتاج بقى سبيشال ابروفال وهطلع للاداره واشوف ان المتقدم ده هياد فاليو كويسه للمكان واقدر ازود الراتب. ده اتجاه. طيب، الاتجاه الثاني ان هي ممكن بعض المتقدمين ينتظروا لموعد المقابله. مظبوط. ويتم المقابله. في الغالب ان مسؤول التوظيف او مدير الاتش ار او صاحب العمل بيسال الراتب المتوقع في نهايه المقابله. مظبوط. بعد ما يخلص المقابله في الاخر ويحس ان الكانديديت هو فيت او مناسب للوظيفه دي، يبدا يسال ايه الراتب المتوقع بالنسبه لي. ومن هنا كل موظف طبعا او كل متقدم للوظيفه وخبره هو عارف سعره في السوق كام، هو مقيم نفسه بكام، بدرجته الوظيفيه، لو هنبدا من اول مسؤول صغير لغايه لما يوصل مدير، في نطاق وفي رينج. وطبعا بتختلف حسب حجم المؤسسات، يعني انا لو بعين مدير اتش ار النهارده في مؤسسه فيها 200 موظف عكس ما بعين مدير اتش ار في مؤسسه فيها 2000 موظف. اذا كيف اتفاوض هنا بمهاره؟ انا اتكلم عن مهاره التفاوض، يعني هذا هو السؤال الصعب اللي هو دائما هو يعني صاحب التوظيف ينتظر مني اقول انا ابغى كذا، بينما انا اخاف احط راتب او رقم معين بحيث انه ممكن يكون هو حاطط راتب اكبر بكثير من اللي انا متوقعه. لا، لازم من الصح من الطرق الصحيحه ان اللي يكون المؤسسه اللي هي دعت الموظف او دعت المتقدم للوظيفه للمقابله عارفه ان المتقدم للوظيفه ده الراتب اللي هو هيطلبه في رينج الراتب او الهيكل الاجور اللي موجود. نعم. في المؤسسه. نعم. ده الشغل اللي احنا بنقول عليه بروفيشنال، انا عندي هيكل اجور والفئات دي من المتقدمين للوظيفه هي اللي تنفع تكون فيت او مناسبه لمكان العمل اللي انا بشتغل فيه. طيب، هو ما سالنيش، في هنا يعني تو استراتيجيز احنا بنقول عليهم. لو بدا
صاحب العمل او مدير الاتش ار او المدير المباشر يتكلم مع المتقدم من الوظيفه عن المهام وعن المسؤوليات وعن ايه القيمه اللي ممكن يضيفها من المكان، انا كمتقدم من الوظيفه هحس جوايا ان انا فيت للبوزيشن ده. مزبوط. عشان بدا يتكلم معايا في المهام والمسؤوليات. حلو. في الوقت ده انا ممكن اسال بكل بروفيشنال بكل طريقه احترافيه بروفيشنال ايه الراتب او نطاق الراتب للوظيفه دي عشان اقوم بالمهام والمسؤوليات المطلوبه مني في في الوظيفه نفسها. ده اتجاه. الاتجاه الثاني بعض الكانديديت ودي الاكثر استراتيجيه واكثر احترافيه بينتظر لين ما يقدموا عرض العمل. لما يحس ان هم لما يقدموا عرض العمل في الوقت ده هيحس ان هو الشخص المناسب للمكان، فبالتالي بيتفاوض باريحيه لان انا الشخص اللي تم اختيار. ممتاز. طيب قبل ما نكمل ايضا خلينا نشوف خبير تسويق وتوظيف كندي يشارك استراتيجيه مختلفه للرد على سؤال الراتب المتوقع. When you're interviewing for a job and they ask what your compensation expectations are, don't go first. Never want to show your hand first because it's all about leverage. Here are three talk tracks you can use when someone asks that dreaded comp question. Number one, tell them you want to focus on the opportunity first and your ability to contribute before discussing numbers. Number two, ask them to give you a fair offer once they understand what you can bring to the company. It's a bit more direct and puts the ball in their court. Number three, tell them, I'm not ready to discuss comp yet, but if you can share the range for the role, I'm happy to let you know if we're in the same ballpark. If they share something, great. If they waffle, stand your ground about continuing the conversation first. As always, silence is your friend. الصمت حكمة زي ما قلنا. طيب عبر فيسبوك سألنا متابعينا ما هي طريقتك الخاصة لطلب زيادة على الراتب. مزنة تقول بوضح نطاق العمل تبعي مقابل المجهودات اللي بقدمها للمدير أو المشرف المباشر ليتم تقييمها ووضعها في القالب المناسب. حلو، يعني كل واحد يكون عارف مهامه أو مهاراته وبيركز عليها. إذن طب كيف أتفاوض بذكاء؟ يعني يمكن كنا بنتكلم تحت الهواء إنه الجميع الطرفين ينتظر الآخر كم تتوقع، وهنا في نصيحة تقول لا تقول شيئا، خليهم هم أول من يكشف أوراقهم. كيف أخليهم يكشفوا هذه الأوراق؟ زي ما قلت لحضرتك، أول ما أحس إن القائم بالمقابلة بيبدأ يتكلم معايا في المهام والمسؤوليات وهل أنا كيبل أو قادر إن أنا أقوم بالمهام والمسؤوليات دي وإن أنا هضيف قيمة للمكان. طبعا إحنا كلنا مقتنعين إن كل موظف في المؤسسة من أعلى وظيفة لأقل وظيفة له قيمة مضافة في المكان. مزبوط. فلما يبدأ يفتح معايا الكلام عن المهام والمسؤوليات في الوقت ده باحترافية أنا ممكن أسأل طيب إيه هو نطاق الراتب؟ أنا ما قلتش هقول الراتب، أنا هقول نطاق الراتب لهذه الوظيفة عشان أقوم بالمهام والمسؤوليات دي. هي الفكرة أنا مش هقول طبقا لمجهودي، أنا لسه ما عملتش مجهود، طبقا لمهاراتي أنا عندي مهارات بس لسه مش عارف هوجهها إزاي واستخدمها إزاي في مكان العمل أو في الوظيفة. مزبوط. دي فده اتجاه، هبدأ أسأل ما هو نطاق الراتب وليس مش هتدوني راتب كام، لا أي. هو إيه نطاق الراتب للوظيفة ما بين كده وكده. في الوقت ده أنا أقول له وأنا قابل للتفاوض. حلو. يعني لما يقول نطاق الوظيفة دي من إلى أنا في نفسي أنا حاليا باخد راتب كذا، مسؤولياتي وأعبائي كذا، عندي التزامات بكذا، فأنا أقدر أتفاوض في المبلغ ده. ممتاز. ده اتجاه. الاتجاه الثاني بنتظر لغايه عرض العمل. ودي من اقوى الاستراتيجيات حاليا لان بتدي للمتقدم للوظيفه القوه والاريحيه ان هو يطلب براحته. ليه؟ لانه تم اختياره، انا عرضت عليك النهارده المبلغ ده فخلاص اقدر اتفاوض. طب ينفع يكون كذا، طب انا باخد كذا حاليا، لو ينفع نزيد او بعد فتره الاختبار او وات ايفر. ليه؟ بحس بقوه واريحيه في المكان. بالفعل. ودي بتكون طريقه شويه اكثر احترافيه. اذا نتفاوض بذكاء واحترافيه. اشكرك جزيلا احمد الديب، شكرا لوجودك معنا اليوم. شكرا لك.